خويا الله يحفظك. هاك غادي خليها انا. خلي لي هذه زوينه. بغيت تهنيتي دابا لو كنت حطيت الاخرى درتها في التليفون عندي تبقى عندي. مزيان هاي دابا عندك جوع كلهم عندك. اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من القريعة من مدينة الدار البيضاء. جينا عند بو عبد الله اللي معروف ببيع وشراء الكلاء. بو عبد الله راه هو الامين ديال الناس اللي كيربطوا الكلاب اللي عنده اي نوع بغيتي عنده مولوع. تحياتي لك اخويا. الله يحفظك خويا عبد الله. الله يحفظك. الولاعه مرحبا. ماشي غير جا ودخل لهذا الدومين. هذا الكلب يجي عنده من نهار تدريسه من نهار ومختص حتى في الكلاب يداويهم. سبحان الله. يبان لي كلب مريض ولا فيه شي حاجه والو ما يتفكش معاه تيداويه بسبيل الله وخليه. راه شافوا الكلاب اللي كانوا دازوا عندي كانوا مراض راه شافوهم كلهم صحوا ولاو بخير وداوهم مالهم تيضحكوا بخير وعلى خير. عبد الله دابا الكليبات الثلاثه اللي شتيها شنو هو؟ هنا كاين عندي الرابرادور وعندي وعندي دوغر جوندا هذا راه دو. بويكا بويكا هذا بويكا بويكا بويكا. شحال داير الثمن ديالو هذا؟ هذا خويا على لقيت شي حبيب وكيتهلا وعنده فين يديرو اتساع راه اللي عطاني ما نقولش ليه لا علاش حيت نعرف كيبغي يعيش بخير وعلى خير حيت الناس غالطين بزاف سما تيقول لك علاش بعض ما كيقولش لنا الثمن وراه كنشوف بنادم واش يستاهل البياسة ولا ما يستاهلش. بعض الله يبقى فيك الحال الا كان عندك الكلب زوين ولقيتي عطيتيه شي واحد ولقيتيه تكرف في السبادي. وماشي غنمرض نتصل مع المخزن نقدر نعايدو ليه ما نتعاتقش معاه والله لا دير. تيبقى تقليد هذاك الشيء. تيبقى تقليد. يا قد بالحاجه يا خلى الموالي. علاش قلت لك اودي شي واحد دار كبيره بحال مثلا هذاك الكلاب لاش يصلحوا راه كيصلحوا الفيرما. كيصلحوا العزه هادشي علاش الدراري ديال السيكيريتي الله يرحم الوالدين ماشي بحال دابا كاين بعض النوع اللي كيشري الكلب كيبقى نهار كامل هو كيدور. شنو تقول لهذوك اللي كيمشيو لحدا المدارس وبدا يحرشوا على الدراري اللي خارجين هذوك الله يهديهم على نفسهم. الكلب ما مختصش لذاكشي. لا خويا اش قلت لك دابا هو خاص غير بالفيلا وحدايها ولا خاص بشي شركه يحضيها ولا شي فيرما يحضيها هادشي علاش خارجين اخويا الكلاب. ماشي باش خارجين الكلاب حنا نشدوهم نبقى غندورميه ونحرسوا على عباد الله. ونحرسوا على عباد الله لا هادشي راه مقلد. الكلب راه ما عارف والو راه اللي قلتيها لي تيدير. مقلد الضمير هذيك اخويا مقلد الضمير. الانسان كيبغي يبان باش باغي تبان بحيوان تسير بان شي خدمه واعره. عبد الله ملي كتدخل بالليل ضروري خصك تضرب دور على الكلاب تشوفهم ضروري نقلبهم ونعنقهم. هما كاين اللي دابا كاين بعض الناس الله يهديهم كي يقول لك انا عندي الكلاب كل مرة ما كنتش تحاني بحال هكا وكنتي تعنقوا بحال هكا حتى هو خلق الله حتى هو خلق الله حتى هو راه كريم حتى هو راه تيعس عليك حتى هو شوف دابا ملي كتكون واقف راه ما يفوتكش كيبقى عينو عليك والو الحيد من هنا الدوله كيبقى مقابلك في الممشي شي في الممشي شي ها انت شوف كيف هو سيبقى مقابلك سيبقى مقابلك على انت بويكا بارك الله وبعد الناس بارك الله بلاتي يقول لي النمره ديالك نحطها باش اللي بغى يستشر معاك ولا اللي بغى يشري شي حاجه ولا اللي بغى شي حاجه مرحبا شحال النمره؟ مرحبا 06 0 بلاتي 06 93 93 40 40
36 36 80 80 7 93 40 36 80 ومرحبا بأي وقت أخويا، مرحبا بك أي حاجة خاصكم مرحبا. شكرا لك بارك الله على هاد المعلومات. راه غادي نجيو عندك سل مرحبا الدار ونشوف نشوف مرحبا مرحبا خويا مرحبا. ها كرمتكم لا بغيتوها هاهي ايوا تنفعو منها والله حتى تنفع منها بوها ها 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 ها